نادي عليه ديون قد ايه؟ كتير قوي زي بقيه الانديه. هو المشكله كلها مش في الديون بتاعه النادي، هي في التصرف، زي ما بنسميها كده، تصرف في السيوله النقديه. ديون النادي بتتمثل في ديون سيادية، منها الضرائب مثلا رقم اسمه 1.4 أو مليار و400 مليون. بس المليار و400 دول مش على النادي، لأن لابد أنك تقعد مع مصلحة الضرائب وتبتدي تتفاوض معاهم. وبأمانة مطلقة دلوقتي أقدر أقول لك في الأستاذ أحمد فؤاد الوطن قايم بمجهود رهيب 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 في الحاجات. طب وليه محدش قاعد مع الضرائب في المليار و400 مليون دول؟ ما هو قالوا ان فلوس الضرائب دي في فتره الكابتن حسين لبيب اللي هي 6 اشهر، يعني انا في 6 اشهر موقوف القيد بتاع كره القدم، يعني ما بعملش عقود جديده مثلا عشان ادفع عليها ضرائب. واتقال ان كل الديون الضرائب دول في فتره حسين لبيب اللي هي 6 شهور. النهارده مثلا حضرتك في عقود للاعبين كده برضو دغري على طول، العقود دي مغالى فيها جدا 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 جدا، يعني النهارده ما بيقبضوش كمان. ما هو ما عشان كده بقول دلوقتي احنا الديون بتزيد ازاي، ان مثلا انت بتاخد مليون بقول لك هتاخد 4 مليون، فانت كلاعب بتوافق لانك انت ثمنك مليون، لما بقول لك 4 مليون فانت كلاعب ده حاجه جميله جدا. بس فين بقى الأربعة مليون بتاخدها؟ هما احنا مدينين بيهم كنادي الوقت، مدينين بكل الأموال دي، إنما مثلا حتة عقود اللاعبين دي كلها لابد أن يعاد فعلا. وأنا بقولها يعني برضه، يعني أنت عايز تقول لي إن مقارنة العقود بتاعت لعيبة نادي الزمالك بعقود لعيب النادي الأهلي مثلا اللي هو نادي زي نادي الزمالك في الكورة مبالغ فيها عن النادي الأهلي؟ بكتير. لعيبة الزمالك عقودهم أكتر من عقود لعيبة نادي الأهلي؟ بكتير في جميع اللعبات. وأنا يعني واثق عشان كده ما بدفعش، واثق في كلامي 200% مش 100%، انكلودينج حتى كرة اليد. يعني أنا أيامي اللعيبة كانت بتاخد مبالغ، النهارده فوجئت إن المبالغ دي تقريبا يا مرة ونص يا مرتين. وهو ليه النادي كان حابب يدفع كتير؟ لا يعني هو مش في سوق، هو مش حابب يدفع كتير، هو ما بيدفعش، بس ما يدفعش. اه اقول لك على رقم ما تدفعوش. هو بالظبط كده.